تستطيع كاميرا سامسونج جالكسي تاب A التقاط صوراً بألوان عالية وواضحة عن طريق خاصية التركيز التلقائي. الكاميرا أيضاً تتمكن من مسح الباركود والكيو آر كود أو رمز الاستجابة السريع. للكاميرا أنظمة مميزة كالبانوراما والالتقاط المستمر اللذان يمنحانك صوراً واقعية، هذا بالإضافة إلى وضع المحترف الذي يمنحك التحكم في الـ ISO وحجم الإضاءة الذي تستوعبه عدسة الكاميرا. الإكسبوجر